من رحاب الذوق الإسلامي الرفيع نستمد كمال خصالنا وبتهذيبه نعكس حسن صفاتنا باللباقة واللطف ومآثر الخلق. تلتقيكم فاطمة البلوشية في بشر طيلة أيام الشهر الفضيل في الأوقات التالية: 8:40 صباحاً، 11:15 صباحاً، 4:45 عصراً، بعد منتصف الليل في 1:30 على الشبيبة أفام. أيام معدودات مثل ما نعرفهم مستمعينا في هذا الشهر الفضيل انقضى. الله دائما ينعاد علينا هذا الشهر الفضيل والجميع في صحة جيدة وفي عافية. الله يسلم الجميع والله يعافي ويشافي الجميع. اليوم بنتكلم عن اتيكيت الأعياد. أكيد دائما يرافقني في بشر الكوتش محمد بن عبد الله القاسمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي فاطمة البلوشي، ونقول السلام عليكم للمستمعين الكرام في هذا الشهر الفضيل. أكيد الجميع يستعد الحين للعيد واتيكيت الأعياد، نفرد له حلقة في بشر، فنتعرف على بعض الأمور في هذا الجانب من ناحية الاستعداد ومن ناحية الاستعداد في الملابس ومكان الزيارات. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أهني المستمعين بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله يكون ينعاد عليهم سنة بعد سنة وهم بخير وصحة وسعادة وعافية، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. جانب الاستعداد من ناحية الملابس وأيضا مكان الزيارات جانب مهم جدا من وجهة نظري. إذا قلنا يعني من ناحية مثلا الملابس، ينبغي أن التبكير في إعداد الملابس والتجهيز لها مسبقا. يعني نقدر نقول إذا كان أمكن إنها تكون الملابس جاهزة قبل حلول شهر رمضان. نعم. قد يكون البعض يعني هنا يذهب يقول إن إحنا والله ننتظر الجديد يعني وبيظهر بيرجع يعني بيجينا في نص رمضان أو في الأسبوع الأول مثلا بينزل من رمضان، يعني كل حد لي تفكيره، لكن التبكير طبعا يكون من المناسب. وهنا ندخل في تبعات حتى اقتصادية، يعني المعروف إنه دائما السلع تغلي أسعارها بحسب شدة الطلب وكثرة الطلب. فبالتالي لما يتزايد الطلب ممكن الحاجة اللي احنا نشتريها مثلا بقيمة نشتريها بضعف في قرب العيد. قرب العيد يعني في نفس الوقت انها شهر رمضان شهر عبادة، شهر فضيل، شهر في السنة مرة، فبالتالي يعني نعطيه حقه من العبادة، وهي أشهر السنة كلها للعبادة، لكن الشهر هذا يعني من الأشهر يتضاعف فيه الأجر، فنكثف جهودنا في العبادة. فبالتالي من الأفضل اللي هو البعد عن الانشغال بالتجهيزات والإعداد الملابس بشكل يعني أفضل، وحتى بعد يعني يكون فيها توفير بعد يعني صحيح. وربما يكون في أريحية في الاختيار، عن يكون يعني مثلا كلمة الإنسان تقرب مدة الحدث يعني يكون ربما يكون في توتر أكثر، فبالتالي ممكن يختار شيء ما مناسب وممكن يقبل بأي قيمة لأنه خلاص ما عنده حل، ما في وقت إلا يشتري أو بالقيمة هذه الموجودة. وطبعا كتجارة معروف إنها السلعة ترتفع قيمتها بكثرة الطلب. ايضا اتوقع كوتش يعني اغلب النساء اللي يسمعون يمكن يعني نسبه كبيره عاد خاصه مخلصين امورهم من قبل يمكن حتى شهر رمضان. والله نتمنى يعني طبعا هو هنا يعني بالنسبه قد يكون البعض يلقي باللوم على النساء انهم عاده ما يختاروا ملابسهم اخر شيء، وان الرجال يكونوا مخلصين قبل. يعني هنا الجانب يعني اللي نطرحه هو طبعا طبيعه المراه غير طبيعه الرجل. المراه بطبيعتها تكون دقيقه اكثر، يعني تحب التفاصيل الدقيقه. الرجل يمكن يكون اقل تفاصيل، يعني طبعا هذه القاعدة ما خاصة لكن بصفة عامة المرأة دائما تكون أدق، بالتالي يعني عشان كذا هو اللي يأخرها في اختيار الملابس مثلا أو إن اختيار أي شيء تريد تقدم على شراءه. في نفس الوقت عنده النفس طويل يعني دائما يلف هنا صبر صبر نعم. وهذه من يعني كرامات الله سبحانه وتعالى للمرأة، لأن المرأة هيئت لمهام الأمومة، وبالتالي مهمة الأمومة يعني ليست بالهينة صحيح. فلذلك يعني كانت من سمات الصبر. ايضا اذا جينا نتكلم لمكان الزيارات وتهيئته، يعني ينبغي ان يكون تهيئه مكان الزيارات لان في ضيوف احنا بيجونا في يوم العيد، فبالتالي تهيئته بما يليق. وهنا نتكلم على الاثنين سواء اتيكيت يعني الاستعداد لاختيار الملابس او مكان الزيارات. سمه يعني ما محببه اللي هو الاسراف، تجنب الاسراف جانب جدا مهم سواء في صحيح. تجهيز مثلا اللي هو مكان الزياره، الناس اللي جوني يهنوني العام الماضي يجوا كل شيء مستبدل تماما يعني، وحتى صحون التقديم على سبيل المثال امهات يعني كل هذه
يصحون يقولون لا لا شافتها جارتي ما يصير لازم أغير من أول وجديد. نعم نغيرهم. نعم تجنب الإسراف يعني بصفة عامة في أي كان سواء في ملبس أو في مشرب أو في أي شيء هي من الأشياء اللي هي ما محببة وذميمة ونهى عنها الدين الإسلامي. صحيح. أيضا يعني إذا يين جانب الأقوال يعني أو الأمثال اللي هو يقول لك لا تصرف حتى لو من البحر تغرف. نعم. أيضا جبال الكحل تفنيها المراود يعني شوف شكل المرود ما الكحل صغير لكن جبال الكحل يعني تقول أنت إيش الجبال هذه إيش اللي خلصها يعني من الكحل. صحيح. صورها بكذا فلكن هي فعلا تنفذ. فجانب الإسراف أبدا ما محبب. استعد للعيد بأبهى الملابس وهيئ مكان الزيارة من أفضل الأماكن لكن تجنب الإسراف بالقدر المعقول. بالقدر المعقول والبس ما يسر يعني يسر خاطرك ونفسك ويسر الناس اللي بيشوفوك وانت ترتدي هذه الملابس إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. طيب كوتش الحين أتى العيد وأنا أريد أهني الناس اللي عندي يعني من هم الأشخاص اللي مفروض أهنيهم؟ هل أهني الجميع أم في ناس يعني أختار يعني أختارهم هم بالتحديد وتكون التهنئة لهم؟ هنا يعني فيه نقطة نريد نثيرها في موضوع من نهني. طبعا أقاربنا اللي هم يعني بالدرجة الأولى أولا ثم بالدرجة الثانية والثالثة وإحنا ماشيين يعني. نعم. فهي ينبغي نحن تهنية الجميع لكن إذا جينا لجانب الزيارات مثلا يعني أنا من غير اللائقين مثلا أدخل في بيت وأنا مالي صلة قرابة فيهم يعني ما من المناسب كذا كان يعني طفل. أتطفل. نعم بارك الله فيك يعني إنه هو يكون إن نحن نتطفل على أشخاص ما يجايز لنا إن نحن ندخل بيوتهم يعني. وإذا كان وجب يعني ندخل للأشخاص اللي هم المعنيين قد يكون أنا لي زميل في هذاك البيت فبالتالي ممكن أسبقه باتصال وأقول أنا أريد أسلم عليك أو إن أريد أجي عندك. أما بخصوص اللي هم الأهل والأقارب فطبعا هذاك لا حجاب عليهم يعني هذاك يكون في أريحية تامة يعني لقرب العلاقة والصلة اللي بينك وبينهم. فما ينبغي تهنئة الجميع بنفس الوضعية بنفس الشكل خصوصا زيارات البيوت يعني لها خصوصية أكثر. خصوصية أكثر. نعم. نعم. اليوم كوتش مع هذا التطور ويعني يمكن بعد أيضا بعد المسافات يعني اليوم أنا عندي صديقة مثلا في مسقط صديقة في صلالة في صحار وهكذا ما بقدر أن أشوفهم يعني مثلا وحدة وحدة وأهنيهم بالعيد فأهنيهم بمعايدة مثل ما نقول رسالة واتساب أو رسالة إلكترونية. حتى هذا الجانب في شيء من الاتيكيت نتعرف عليه أكثر معك. نعم طبعا منتشر الحين يعني اللي هو بتقدم وسائل التكنولوجيا اللي هو التهنئة من خلال الرسائل النصية أو غير النصية. هذا طبعا يعني جانب من جوانب التسهيل يعني. نعم. لكن ما يكون للأقارب اللي هم يعني المقربين تماما يعني مثلا مقام والدك ووالدتك يعني هل يكون مثلا فقط تهنيتهم تقول لك أنا والله خلاص هنيت الوالد هنيته برسالة واتساب؟ لا ينبغي أن تسمع صوته وإذا كان أمكن يعني قريب منك أنه تزوره بقدر الإمكان يعني ما يكون بينك فاصل يعني ما لك حقي يعني أن تهني والدك ووالدتك لكن قد يكون لظروف دراسة أو لظروف عمل يمكن تكون متواجد في دولة غير دولتك يعني. فهنا يعني يكون بتواصل بالاتصال وليس بالرسائل النصية. أما بخصوص الرسائل النصية أيضا لها تكيت حتى مع لما نحن نقدمها يعني مثلا ما تكون في أوقات متأخرة من الليل أساس يعني ما تزعج الآخرين. البعض قد يكون يخلي تلفونه يقول لك إن أنا ما أستغني دائما أخلي تلفوني مفتوح وما أخلي صامت لأي طارئ أو لأي شيء أو ربما طبيعة عملي إن يكون ملازم لهاتفه طول فترة اليوم يعني ربما طبيعة عملي تفرض هذا الشيء فبالتالي يكون فيها شيء من الإزعاج. فتجنب الإزعاج وهو إن الإرسال يكون في الأوقات اللي هي متوقع إن الشخص يكون في يقظته وفي أوقات مناسبة ليس مثلا في ساعات متأخرة من الليل أو في أوقات القيلولة قد يكون إنها اللي هو أوقات الظهر يكون بعض الأشخاص يكون في فترة قيلولتهم. في نفس الوقت أنت ترسل رسالة لشخص عارف طبيعته فبالتالي أرسل له حسب طبيعته يعني في الوقت اللي أنت حاس إنه الشخص يكون موجود ومتاح ترسل له الرسالة النصية أو الرسالة بتطبيق آخر مثلا يكون من خلال استخدام التكنولوجيا الحديث. أيضا الاتصال وتهنئة بالاتصال هذه يعني نسويها نحن في أيام الأعياد يعني نقول يعني مرات نقول إن أفضل نسمع صوت الشخص بدل لا نرسل له رسالة فقط. في هذا الجانب الاتيكيت موجود نتعرف على هذا الجانب معك. نفس ما ينطبق اللي ذكرناه في الرسائل النصية ينطبق اللي هو على موضوع الاتصال. أولا إن المبادرة بالاتصال فيهم في الأوقات اللي هي تعرفين إن هي متاحة للجميع. أيضا يعني فترة العيد تعرفين في انشغالات
الرغبات عند الناس انهم يروحوا يسلموا على الاقارب وعلى الاهل. فبالتالي يعني نحاول انه بقدر الامكان انه يكون الاتصال في الاوقات اللي هي مناسبه لهم، وانت اكيد على ادراك بطبيعه الشخص اللي انت جالس تتصل فيه. ايضا اذا اتصلت فيه ما محببين الاطاله، لان ربما يكون عنده ضيوف في البيت، فما الاطاله هي تهنيه وان سمعت صوته واديت واجبك وجزاك الله خير. في نفس الوقت هل يجوز ان مثلا جاري بجنبي يعني اتواصل معه بالتليفون؟ الافضل اللي هو المبادره له بالتواصل الوجه لوجه وزيارته وجه لوجه. يعني طيب كوش، بما أننا نحن قلنا الأفضل المبادرة في بعض الحالات، يعني مثلا الأم والأب الجيران، أن نحن نبادرهم نذهب لبيوتهم ونزورهم ونهنيهم بالعيد، هني أيضا في أكيد آداب وأصول وبعض من اللباقة في هذا الموضوع. نعم، جانب اللي هو الزيارات اللي هي المباشرة طبعا بتكون في البيوت، ينبغي أن يكون في بعض القواعد احنا نتبعها أثناء التهنية. وأوله اللي هو الاستئذان قبل الدخول لأي شخص، إنه ينبغي استئذانه في الدخول، ومن يأذن لي إن على طول إن أبادر إنها هو أذن لي بالدخول فإذا أدخل. غيره إنه عدم أفشاء الإسرار للبيوت أسرار، فربما إنها نكون يعني ألمح شيء أو أسمع شيء في فترة زيارتي، فهذا ما ينبغي إن إفشاء سر من زرته وجبني وكرمني ودخلني بيته، هذا أيضا جانب. كذلك تجنب الفضول يعني أثناء تقديم التهاني، يعني هذا وقت تهاني فما راح تسلف الأسئلة المطولة ما شاء الله يعني كذا وسويت وكذا وكذا، إلا إذا الوقت متاح وهو الشخص مثلا في أريحية فاسأل بقدر المتاح، يعني بقدر المتاح وبالحديث اللبق وما يسر الطرفين. يعني نروح الحين كوتش لأهم جزء يمكن للجميع، هو الفوالة في تقديم يعني الفوالة في أيام العيد، نختم بها في حلقة. بالنسبة للفوالة طبعا بطبيعة العماني يعني معروف عنه شخص كريم، دائما يعني لما يجوه الضيوف يكون يقدم ضيفة على كل شيء، فيكون في الفوالة يعني ما لذ وطاب. هنا على موضوع الفوالة يعني كد على نقطة اللي هو تجنب موضوع الإسراف، يعني ما يكون في الإسراف. في نفس الوقت إنه في الفوالة عادة يعني الشخص اللي يزورك كلها فترات بسيطة يعني مدة محدودة، فبالتالي تقديم المتاح ما يكون مثلا إنه وتجيب وجبة وكانها وجبة غداء أو كانها وجبة عشاء، عدم التكلف أيضا تجنب الإسراف. المتاح أيضا فوالتك أنت اللي تقدمها، أنت مسؤول عنها، فبالتالي تضمن جودتي مثلا لا سمح الله يعني أن تقدم شيء وهو منتهي الصلاحية مثلا، فأنت المسؤول لأن الرجل أكل من بيتك. صحيح. فبالتالي تقدم له المناسب وما يليق بزوارك، لكن التأكيد مرة ثانية اللي هو تجنب الإسراف. هذا الموضوع تجنب الإسراف. وصلنا وياكم مستمعينا إلى ختام برنامج بشر، كانت يعني رفقة جميلة جدا مع الكوتش محمد بن عبد الله القاسمي في هذا البرنامج، وكانت جيرة أيضا جميلة. شكرا لك كوتش، وإن شاء الله دائما يعني يمر عليك الشهر الفضيل وأنت بصحة وعافية مع الأهل والأحبة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة العيد السعيد. شكرا لك كوتش محمد بن عبد الله القاسمي. شكرا لكم، وأتمنى التوفيق ومزيد من التقدم لإذاعة الشبيبة FM، ولك شخصيا أختي فاطمة البلوشي إن شاء الله إلى الأعلى دائما، وللمستمعين الكرام يعني ينعاد عليهم هذا الشهر وهم بخير وعافية لا فاقدين ولا مفقودين، ودائما نقول الكلمة اللي هي المعتادة القادم أجمل. أجمل القادم أجمل بإذن الله. تشرفت فيك كوتش محمد بن عبدالله القاسمي، كانت فرصة جدا جميلة وسعيدة، وإن شاء الله مثل ما دائما الكوتش يقول القادم أجمل. نلتقي فيكم مستمعين أكيد في برامج ومحطات مختلفة بعد فترة العيد السعيد. هذه أجمل تحايا وأطيب الأمنيات من أختكم فاطمة البلوشي، في أمان الله. بشر ليلة أيام الشهر الفضيل على شبيبة FM.